السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت بغيت نشارك معكم الفصاله ديال الثوب ديال المخوار، حيت كاين الاخوات اللي كيتخوفوا من الفصاله ديال هذا الثوب، ولكن راه بحالو بحال اي ثوب عندك اي ثوب راه بحالو بحال الاخر، يعني غير شويه ديال التركيز راه غادي تفصلي وانت ما خايفه منه والو. ها كما كتشوفوا المخوار، ها هو الثوب ديال المخوار، يعني ديال الخليج، كتكون فيه هكا الرشمه ديال الصدر، كتكون فيه هكا مرسومه، يعني ما تحتاجيش مازال ديري شي حاجه. ها هي الطوره ديال العنق، ها هي، وها هو بطلت لسميتو المستوق. كما كتلاحظوا الثوب ديال هذا الثوب، هذا كله ثوب، هو هذا الثوب بالضبط فيه 3 متر و 64 سنتيم في الطول، العرض فيه متر و10 تقريبا و12، يعني ما تقدريش هذا، ما تقدريش طوي على 4. الثوب ديال المخوار هذا هو الاختلاف اللي فيه، ما تقدريش طوي 2 على 4، وما تقدريش ديري فيه الدخله في الخارجه. كما كتلاحظوا حيت سميتو في الاول ديال الثوب كاين الصدر هكا مطروز، كل ثوب كيختلف على خوه على حسب الطرزه وعلى حسب الكاليتي كما كتلاحظوا. وهذا الاخر ديال الثوب هنايا كنلقاو الكمام، هاكم واحد راس الكم ورا الكم الثاني، يعني كما كتلاحظوا في الاخر ديال الثوب كاينين الكمام، هو وفي الاول ديال الثوب كاين الصدر. هنا كنضطروا نفصلوا الامام، الجزء الامامي هو الاول، عاده كنفصلوا الخلف. غنمشي ان شاء الله غادي الطريقه ديال كيفاش كنتنيو هذا الثوب. هذا كنحاولوا، انا غادي نقاد الثوب ديالي عاده نرجع نوريكم الطريقه، لحقاش ما عنديش كيفاش ندير مع التليفون. كنحاولوا نقادوا هاد الزواقه هذه مع اختها، يعني هكا كما كتلاحظوا كانت نيتو ديالي على جوج، ها هو تنيتو على جوج. ديما كنحاول هاد الزواقه هادي تجيني مع اختها لتحت ونزيدو، هكا كتمسي بيديك وكتقادي الزواقه وجات مع اختها، خاصها تجي مع اختها وهنا يجي في الوسط. هاد الاخر هادي ضروري تجي هكا في الوسط باش ملي تجي تخيطي وتفصلي تجيك مقاده، تجي هي في النيشان. غنحاول نقادها هكا، غادي نحاول نقادها مزيان. ها هو الصدر، العنق ديالي حتى هو خصو يجي في بلاصتو هانتوما، ونشد بالفنيتات ديالي ونرجع لكم. بعد ما قديت الثوب ديالي هانتوما هو نص طوق كيما كيجي، الصدر يعني الزواقه اللي كاينه في الصدر كنقادوها هكا. عندنا هاد الوريضات يجيو في الوسط، هما الاولى هي الثانيه، عندنا هاد الفتحه هادي تجي حتى هي في بلاصتها، كل حاجه تجي. انت غادا كتقادي بصبعك هكا كتمسي هكا من التحت من الفوق ومن الفوق، كديري الفنيتات ديالك، يعني الزواقه تجي قد مع اختها. ها نتوما تمسي غير بيديك هكا، غادي تلقايها هي هذيك. غير الحاجه اللي غادي ننصحكم بها هي قبل ما تقطعي الثوب غادي تشوفي العبار ديالك اولا ديال السيده الكليانه اللي جابت لك الثوب، غادي تعبري الثوب واش غيجيها هو هذاك اولا ما غاديش يجيها. بالنسبه للكمام واش غيشيطوا لك الكمام فيهم الكمام كاملين اولا نص طوق اولا نص كم، سمحوا لي تعبري باش ما تتفقيش مع السيده وفي الاخر تجي ديري ليها نص كم وتقول لك علاش درتي ليا نص كم، حيت على حسب كل وحده، راه كاينه اللي قصيره كاينه اللي طويله كاينه اللي رقيقه اللي غليظه، على حسب الثوب. انت غتعبري الثوب وتعبري القياس اللي عند السيده وتشوفي واش غادي يخرجك سميتو القدر اللي بغيتي. ها هما ها هي كنقاد الثوب ديالي، ها هو كنقادو وكنخليه ما كنقطعوش، لحقاش كاينين الاخوات ها هما الكميمات، ها هما هنايا لحقاش كاينين الاخوات اللي كيفضلوا انهم يقطعوا داكشي اللي بغاو في الكمام. كاينين الاخوات اللي كيقطعوا الكمام مثلا 60 سنتيم اولا 70 سنتيم اولا 50 سنتيم، داكشي اللي عندك في الكمام. كاينين الاخوات اللي كيقطعوه عاده كيمشيو
كيفصلوا داكشي اللي بقى لهم. انا كنفضل التودي ما يبقى هكا مجموع بلا ما نخسروه، نخليها هكا، نقطع الجزء الاول اللي هو القدام نحيدو، عاد نجي نفصل الخلف باش يبقى ليا التوب مجموع. راه غير شي طول كمام ان شاء الله يبقى التوب هكا مجموع، اما الا قطعتي غيبقى لك غير طراف ولكن واسع النظر. ان شاء الله غادي نمشي ناخذ العبار ديالي ونجي لكم ونعاود نرجع لكم ان شاء الله، حيت ما نقدرش نصور وناخذ المقاسات بيد وحده. كما كتلاحظوا الاخوات خديت التوب ديالي قديته وخديت العبار اللي خاصني في الطول. ها هو انا دابا عندي هنا هو الطول ديالي، عندي الطول اللي عند السيده هو هذا، باش نشوف التوب ديالي واش غادي يكفيني او لا. كاينه طريقه بسيطه، كتحطي هاد المسطره هذه كتحطيها في الحد ديال العبار اللي عندك في الطول وكترجعي عليه التوب. ها هو داكشي اللي بقى في التوب كترجعيه هكا حتى تقديه مع الاول. ها هو تتقديه مع الاول هنايا وكتشوفي ديك الساعات الكمام ديالك واش عندك فيهم سميتو، وهكا كيبقى التوب مجموع بلا ما تقطعيه بلا ما والو. هانتيا ها هما الكميمات ديالي، عندي 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 كلشي هو هذاك. هذا هو الجزء الاول هو الامامي، ها هو الامامي كنرجع عليه هذا الخلف باش نشوف العبار واش عندي كامل نفس بحال القدام بحال اللور. ها هو بحال كما كتلاحظوا، وكنخلي حتى سميتو حتى فين كنديروا لوغلي، ما نساوش ديما نخليو 4 سنتيم ولا 3 ولا على حسب اللوغلي اللي بغيتي نتيا. كتخلي حتى هو هنايا كترجعيها نتيا كتعبري به، كتعبري على خوه كيجي قد قد داكشي اللي شاط كترجعيه هكا كيبقى لك الكم. هذه هي الطريقه وكيبقى لكم كيبقى التوب مجموع بلا ما تقطعيه وتخسريه. ها نتوما الاخوات كان طراسي التوب ديالي عادي. هنا عندنا كنلقاو هاد التوب هنايا في العنق، ها نتوما كتلاحظوا كنلقى هنا مسدود، كنجي كنحط 8 سنتيم ديالي عادي جدا. هنا كنحط 8 سنتيم ديالي عادي جدا، غير ملي نبغي نجي نقطع، حيت كاينين على حسب سميتو، كاين اللي عندها هنا كبير هاد الطرف هذا العنق كبير كتحطي 8 سنتيم هنا وكيشط لك مازال التوب هنا. هاد التوب الا جاتني 8 سنتيم هنا قد قد، فاش نجي انا نقطع هنا غادي نخلي سنتيم، ديك سنتيم غادي نديرها تبطين، حيت ضروري من تبطين حيت ما تقدريش تجي تخيطي هنا كاين العقيق، غتقدري تهرسي الابره ديال الماكينه اولا شي حاجه. فلهذا فاش كتلقاي التوب عندك شايط هنايا كديري 8 سنتيم وداكشي اللي شاط لك هنايا غادي ديري تخليه باش تنيه لا سميتو التبطين. فاش كتكون قد قد هنا كتعبري 8 سنتيم ديالك، وملي تجي تقطعي كتقطعي غير كتخلي سنتيم هنايا وكتقطعي العنق ديالك هكا باش تخلي شويه هنايا باش ديري فيه التبطين. صافي كتخلي الكتاف ديالك عادي، التركيز ديالك حتى هو والايبازي، وتهبطي عادي جدا. هنا عندنا العبارات عادي، ديري العبار اللي عندك. غادي نقطع اختي ونرجع معك ان شاء الله. انا اختي قطعت التوب ديالي وخليت سنتيم هنايا، ها انت الكتاف قطعت التوب، غادي نجمع هذا، غادي نجمع هذا اللي فصلت غادي نحيدو باش نجر هاد اللوراني هذا اللي بقى ليا، غادي نجرو لعندي ونقادو باش نحط عليه هذا القدام، هذا الطرف ديال القدام نحطو على الاخر على هذا باش نفصل الجهه ديال الظهر. كما كتلاحظي هو التوب ديالي كديتو انتيا، هذا اللي كنت قطع ليه في سميتو نحيدو كاع، بغيت غير نوريكم. ها هو هذا غنحيدو بلا ما يصبط عليه هانتي التوب، ها هو قديتو كيبقاو ليا الكمام هنايا. غادي نجيب الاخر نحطو هنا القدام، الطرف اللي قطع ديال القدام نحطو فوق هذا نقادو باش نقطعو في خطره واحده. ها نتوما الاخوات ها هو هذا، غادي نحلو
كنت طويته باش يجيني مقاد، ديما كنطويه مقاد باش ملي نجي نحلو فوق فوق الاخر يجينا ساهل. نحل هذا حتى هو، هانتي غادي نقادو مزيان بحال هكا فوق اخوه ونقطعو. كما كتلاحظوا الاخوات راه قطعت طرفين بجوج انتما، قطعتهم بجوج، هو الفوقاني وهو التحتاني، وها داكشي هادشي علاش قلت لكم ما تقطعوش الثوب، خلوه هكا مجموع حتى تفصلوا باش يشيط لكم ما شاء الله، يشيط لكم بزاف بلا ما تخسروا في الثوب. ها هما الكمام ديالي ما شاء الله راه باقيين، و الجناب ها هما. والطريقه ديال الخياطه راه عادي، الطريقه ديال الخياطه ديالو عاديه. ها هو العنق ديالي، غادي ندخل مازال هنا بواحد سنتيم في التركيز ديال القدام، غندخل فيه بواحد سنتيم. والطريقه ديال الخياطه راه عادي جدا، كتمونطي كديري التبطين ديالك كديريه لهنايا وديريه حتى للقدام، كديريه للقدام وكديريه اللور، العنقين بجوج ديري ليهم التبطين باش ملي تجي تخيطي عندك العقيق هنا بلا ما ديري شي مشكل في الماكينه ديالك. اما الباقي راه غتمونطيه عادي جدا. هنا الكمام، الكمام ديالي بغيت نفهم لكم واحد القضيه كتلقايها في الكمام. هنا تقدري تلقاي واحد الاشكال، تقدري تلقاي هاد الزواقه، هما الزواقات بجوج، وحده هنا وحده هنا، يعني خصهم يجيو حتى هما قد قد ملي تجي تبغي تفصلي خصهم بحالهم بحال العنق بحال الصدر، خصك تجيبيهم قد قد وحده وفوق وحده تقديهم ياك. وكاينه واحد المساله واحده اخرى، هاد القمام يقدروا يجيو في النص، يقدروا يجيو مخالفين شويه على النص، يعني يدخلوا شويه ولا ما يجيوش في النص ديالكم، يعني ملي تجي تبغي انت تني طوري الثوب ديالك تني هكا على اربعه، هتقدري تلقاي الاشكال. ها انت غتجيبي هادو وحده فوق وحده، ملي غتقديهم وحده فوق وحده راه غادي تقدري تلقاي ماشي مقد، غادي تقدري تلقاي تجي لهنا التركيز ما تلقايش العبر اللي بغيتي في التركيز. هذا هو الاشكال اللي كيكون اللي تيكون في هذا الكمام ديال المخوار، يعني ملي كتقادي الزواقه مع اختها راه يقدر تجي لهنا للتركيز وما تلقايش العبار القياس اللي بغيتي انتيا في التركيز ديالك. لهذا كضطري انك تكحزي هاد الثوب هذا هكا باش هادشي كله راه خصك توضحيه للكليان. هاد الزواقه ما تجيش في النص قد قد، هذا ما كان هذا خصوصا الا كانت السيده عامره ما شاء الله وعندها وهزه باش تلقاي هنا التركيز ديالك. هادشي اللي بغيت نوصل لكم، يعني دائما ناخذوا العبارات ونشوفوا، غيكونوا مفوتين غير بشويه انتما، غيكونوا مفوتين غير بشويه، هذه غتكون فوته مع هذه غير بشويه ملي لهاش انتما، هذه هاد الزواقه التحتانيه كاينه لهادشي وهادي فايتها بشويه، علاش؟ باش نلقاو العبار ديال التركيز هنايا. هاد القضيه خصكم تردوا ليها البال مزيان، وكنتمنى هاد وبالخصوص هاد الشراء ديال، بغيت نقول واحد الحاجه، هاد الهضره اللي تنقول وهاد الشيء اللي كنشرح للمبتدئات، اما الاخوات اللي ما شاء الله متعلمات وعارفين كل شيء ما كنهضرش معكم. هاد الشيء بالنسبه للمبتدئه اللي يلاه باديه في هاد الدومين هذا. اولكم ديالي الاخوات قطعته هنا، جاتني هادي مراجله شويه على اختها، غير شويه جاتني مراجله شويه على اختها، اختها لداخل ويانا، يعني ما كاينش شي فرق اللي هو باين بزاف، غير شويه. انتما التركيز ديالي هو هذاك، هنا عندي التبطين، ها هو ديال الظهر وديال الامام كما كتلاحظوا، التبطينين بجوج والكم ديالي. غادي نمشي الخياطه كما قلت لكم راه عادي جدا، كتركبي التبطين ديالك
وكدوزي الكتاف الكمام وكتنزلي الخياطه وكدوري على اللوغلي ديالك، وهانتي خيطتي الكسوه ديالك براسك. كنتمنى نفيدكم، وكنتمنى انه يعجبكم هذا الفيديو والشرح ديالي، وبطبيعه الحال هذا الشيء ديال المبتدئات اللي يلاه قالوا بسم الله. وتنشارك معكم ان شاء الله الشكل النهائي ديال هذا المخوار هذا. والسلام عليكم. هانتوما الاخوات كما قلت لكم، ها هو التبطين ديال القدام. هانتوما كتخيطيه، كديري ليه غير هاد الضريبات هادو باش الخياطه ما تبانش ليك هنا على برا. هانتيا هذا التبطين ديال العنق ديال القدام، ديال دوره العنق. هانتي ما كتخيطيش بالماكينه، حيت الا خيطتي بالماكينه غتبان لك الخياطه على برا. اللهم ديري لي غير هاد الخياطه، ديري الخيط على واحد، ما ديريش مضوبل باش ما يبانش لك. هانتيا وها هو ديال التبطين ديال اللون، هو كتخيطيه بالماكينه عادي وماشي مشكل، حيت اصلا ما غاديش يبان في اللون. هانتيا كيجي مفيني مزيان، ها هو راه قلبتو. دابا راه خاصو غير يتصلح، مازال ما ديتوش المصلوح، حيت ضروري يتصلح باش هاد الخياطات دير تقاد. هانتيا هنا ما كيبانش الخيط، هانتيا عادي بحال ما خيطيش، ها هو لداخل درنا ليه هاد الطريبات هادو، وعلى برا راه ما كتبانش الخياطه. هانتي عادي جدا العنق ديالنا، وها هو التبطين ديال الظهر كما كتلاحظوا. كما قلت لكم خاصو غير المصلوح. واخيرا هذه هي النتيجه ديال الكشخه ديالنا، هي كما كتلاحظوا ها هو التبطين ديالنا راه ما كيبانش، هنايا الخياطه راه ما كتبانش، والعنق كما قلت لكم كتفينيه بالتبطين وكيجي رائع. راه ما كايناش شي حاجه اللي كتخوف في هذا الثوب هذا. انتما الكميمات كما كتلاحظوا راه ما كاينش اختلاف كبير هنا في سميتو، راه حيت قلت لكم غادي تخالف ليا الزواقه شويه، ولكن ماشي مشكل، شي حاجه اللي هذا اللي ما بيناش كاع. ها هو، كنتمنى تعجبكم هذا التفصيله هذه. تفصيله عاديه وسهله، غتفصلي وتخيطي في نهار واحد، حيت ما كايناش شي حاجه اللي صعيبه. كاين هذا الشكل حتى هو عنده نفس الفصاله. انتما كتلاحظوا العنق ديالو راه بحال ما مخيطش، راه درت ليه نفس التكلفه. ها هي لداخل هنا كتبان الخياطه عاديه. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو بالنسبه للمبتدئات. طبعا كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، والاهم هو انكم تستافدوا منه وتدعموا وتفصلوا ريوسكم، وبلا ما بلا ما تخافوا من ديما نزعموا في المقص ان شاء الله. كل ايتو بلقيتيه غير زعمي وتكلي على الله، راه ما يكون غير الخير ان شاء الله. وكنتمنى تدعموا هذه القناه ان شاء الله باش تبقى ديما، وباش الاخرين الاخوات الاخرين حتى هما يستافدوا، وحتى الفيديو الماجي ان شاء الله. السلام عليكم. عندي هذا الموديل حتى هو نفس الثوب، ولكن الزواقه مختلفه واللون ديال الثوب مختلف. كما كتلاحظوا راه نفس الخياطه ونفس الفصاله. هانتوما فينيسيون ديال العنق، درت ليه حتى هو التبطين وخيطته بنفس الطريقه ديال الاول. ملي كتجي هنا ما كتبانش ليك الخياطه هنايا على برا. هانتوما كنتمنى تستافدوا من هذا الفيديو، وكنتمنى يعجبكم، و كنتمنى منكم تدعموا هذه القناه بالمشاركه والبارطاج والاعجاب ان شاء الله، وشويه ديال الكومنتارات زوينين. وحتى الفيديو الماجي ان شاء الله. والسلام عليكم.